كعمري 13 سنة 12 سنة بلشت شغل ولهلا وهلا وضع كورونا شيل هالقفاز خف الشغل وما عدر الشغل هلا بلشت اشتغل بالليمون وشي كانت قبل كان جمعية خفيفة وهلا من بلشت كورونا صارت جمعية خفيفة كتير الحز عم نحارب يعني صارت حرب مثل تقولين يعني الجوع هذا هو اللي يقتل الإنسان يعني وضع الجوع وشلون ولادي جوعانين وشلون إحنا جوعانين يعني مأساة كبيرة ينوب الأكل وتنويع الأكل صفي على أكل واحد وهذا الشيء سبب لنا أنه يعني مشاكل صحية بجسمنا والأم عم تنتج مساعدة ما تقدرين لا تاكلين بها مثلا تعيشش أسبوع واحد يعني مأساة يعني فوق يعني الحزانة يومين ما 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 طبخت ولا شليت يومين يعني لا طبخنا ولا الجرة خلصانة يعني هلا وضع كورونا ما في شغل يعني بكون انا افضل بساعد اهلي احسن من الدراسه